ladies and gentlemen, the national flag of Algeria. باعتبارها ممثل الدول العربية في مجلس الأمن سوف تبدو للجزائر، وذلك تحت توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كل ما يفي وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم. وبطبيعة الحال سيكون الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الجزائر خلال عهدتها بمجلس الأمن. وهدفنا في الظرف الحالي وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الأطفال والنساء. إنه من غير المنطقي وغير المقبول لا سياسيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا أن يبقى مجلس الأمن باعتباره الهيئة المسؤولة أساسا عن حفظ السلم والأمن الدوليين مكتوف الأيدي وعاجزا تماما عن إيقاف هذه الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني الأبي. ومن هذا المنبر يجدد الوفد الجزائري المطالبة بإلحاح شديد بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، كما يطالب بالانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه مشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.